اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقه من حلقات قناتنا قناه عصافير الزينه. النهارده هنتكلم عن كيفيه تمييز البيض المخصب من البيض غير المخصب. في الحقيقه ان بمجرد تلقيح الذكر للانثى بينتج بيض مخصب، وده موجود في فروخ وهيطلع منه فروخ بعد مده رؤاد الانثى عليه. اما البيض غير المخصب فهو ناتج عن بيض الأنثى، بيض لم يلقحها قبله الذكر، وبالتالي هذا البيض يكون رايق بالمعنى الدارج، أي لا يوجد فيه جنين ولن تخرج منه فروخ. إزاي حضرتك عزيزي المربي أو الهاوي تميز أو تفرق بين البيض المخصب والبيض غير المخصب أو البيض الرايق؟ طريقة الكشف على البيض المخصب من البيض غير المخصب، هتظلم أنوار حجرة وتمسك البيضة وتضعها على نور الكشاف. إن بانت بيضة فيها عروق بتشبه الأوردة أو الشرايين، ده معناه إن هذه البيضة مخصبة، وإن ظهرت في شكل رايق لا توجد فيه خطوط ولا خطوط دم ولا شكل الأوردة أو الشرايين، يعني ما يبانش فيه أي خطوط تبان رايقة، ده معناه أن هذه البيضة غير مخصبة. إن عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، اعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا. هنجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات اللي هتصلنا. إلى اللقاء في فيديو آخر.